أحبان المشاهدين أهلا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم لمسة شفا اللي بنكمل فيها موضوع النوم ومعنا في الاستوديو الدكتور أفات ويليام أهلا يا دكتور أهلا بيكي. كنت كلمتنا المرة اللي فاتت عن موضوع النوم وحكت لنا إزاي إن هو مهم جدا لتجديد النشاط لتجد الهرمونات المعينة في النمو الصحة النفسية وتأثيره على نفسية الإنسان كلمتنا كمان عن مراحل النوم المختلفة وتأثيرها النهاردة عايزين نكمل الموضوع ونبتدي يعني مراحل النوم هل بتختلف من سن لسن يعني كتاب المقدس بيعلمنا في يوئيل اتنين بيقول ان في اخر ايام اسكب روحي على كل بشر فيحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى يعني هل ليها مغزى الحتة دي هل الشيوخ بيحلموا مثلا اكثر من الشباب ولا هل دي بس مجرد كلمه قالت كده الحقيقه انا لما درست موضوع النوم كشيء علمي كجزء من تخصصي وكمان الحاجات اللي بيقولها الكتاب المقدس لا يسعك الا انك تدركي ان ده فعلا كلمه ربنا الحقيقيه نرجع مع المشاهدين شويه ان النوم عباره عن ستيجز او مراحل, مراحل. المرحله الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه دي ما فيهاش احلام ودي الإنسان بيبتدي فيها من النوم الخفيف اللي بيبتدي يبقى مدروخ لغاية مرحلة النوم الأتقل شوية لغاية مرحلة وثلاثة وأربعة دي بيبقى النوم العميق اللي فيها كل وظائف الجسم بتقل حتى النشاط المخي نفسه لما بنشوفه على الرسم المخ نلاقيه إنه الويفز نفسها بتبتدي يحصل فيها نوع من البطء. بعد كده نخش مرحلة في غاية من النشاط مع إن جسم الانسان كله كانه متخدر والعضلات كلها ما اي نوع من الحركه وكان الانسان في حاله شلل اللي بنسميها الرم او الرابيد اي موفمنت اللي فيها العين بتتحرك بسرعه عاليه ضغط الدم بيعلى المعدلات التنفس بتزيد وتبقى غير منتظمه شويه دي مرحله الاحلام بالظبط والمرحلة ديت بتبقى فيها نشاط مخي ويبتدي الويفز ديت تبتدي تبقى سريعة. لكن زي ما قلت قبل كده انه بنقضي 20% من الوقت بتاع النوم بتاعنا في مرحلة الرم ديت، انا بتكلم على البالغين و80% في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ديت اللي ما فيهاش النشاط العالي دي مهم علشان خاطر درجة حرارة الجسم والأعضاء الداخلية تبتدي تقل شوية فيبتدي الموتور ما يتحرقش من كتر الاستعمال يبتدي حاجات كتيرة من التغيرات الهرمونية اللي بتساعد على النمو وبتساعد على أن يحصل نوع من الريبير أو الـ الـ التجديد للخلايا ده كله يتم فيه وبعد كده تكم مرحلة النشطة اللي هي مرحلة الأحلام اللي هي الريم سليب ديت لكن الجزء الثاني من الوقت اللي بنقضيه في النوم هنلاقي ان النسبه بتعلى من النسبه اللي فيها الاحلام عشان كده الناس عاده بتبتدي تحلم والاحلام بتاعتها تزيد وهي بتقرب من ان هي تصحى يعني كل ما الواحد ينام اكتر هتزيد التكرار الوقت بتاع الرام اللي هو رابيد اي موفمنت بالظبط فهيبتدي يحلم اكتر بالظبط هل عشان الناس الكبار بيناموا مدد اطول فعشان كده بيحلموا اكتر؟ لا اكشولي الناس الكبار مش بيناموا مدد اطول هم عاده بيناموا يا اما مدد اقل شويه لكن الوقت بتاعهم بيبتدي بدري. اللي بيحصل ايه بالنسبه للساعه البيولوجيه اللي موجوده جوانا؟ انها مظبوطه بطريقه عجيبه جدا. يعني ال 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 الطفل الرضيع الصغير لما عملوا لهم رسم مخ لقوا انه بيقضي مش 20% بس من الوقت في الوقت اللي هو الريم سليب دوت بتاع الاحلام دول بيقضوا في 50% من الوقت. آه. يعني بيناموا 16 ل 18 ساعه كل يوم لكن نصها احلام. مين. انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان ده وقت رائع جدا ان الله ممكن بروحه يتلامس معاهم مش بس عشان خاطر يحصل نوع من النضوج الهرموني و و و والنضوج الجسماني عشان كده مهم جدا ان احنا نكون بنصلي لاولادنا مرات كتيره بنظن ان الاطفال مش بيسمعونا الرضيع دوت هو مش فاهم حاجه <applause> لكن مرات كتيره لما بنحط عليهم غطاء الهي لما بنحط عليهم كلمه الله لما فعلا بنخدم حياتهم بيقضوا نص الوقت النوم بتاعهم في وقت ممكن يحلموا فيه يا ترى الشاشه الذهنيه ديت اللاقيه أم... لسه كمان بالظبط ربنا يقدر معنا. يعرض عليها الافلام الكتيره الرائعه الحلوه المقدسه بتاعته عشان كده مهم جدا ان احنا نصلي لاولادنا ونصلي ان العدو كمان ما يتدخلش علشان خاطر يفسد اي شيء داخلهم نتيجه ان هو ما هي شاشه الشاشه دي هيتعرض عليها ايه الحقيقة كمان فكرتني ان احنا حتى كناس ناضجين وكبار مهم قوي الواحد بيشوف ايه اثناء النهار ايه الامور اللي الذهن بيختزنها إيه الامور اللي الحاجات اللي بنسمعها اللي بنشوفها على مدار اليوم عشان دي في اثناء النوم دي اللي ممكن تتعاد تكرارها واحنا نايمين عن طريق الاحلام فمش بس بنفسد ذهننا واحنا صاحيين لكن بنسمح للشيطان كمان ان هو يفسد اذهننا واحنا نايمين لو احنا خزننا طول النهار معلومات ما هيش كويسه وتاكيدا لكلامك ده اللي بيقول الكتاب المقدس عن لوط انه كان يعذب نفسه البارة. نفسه باللي البارة بيشوفه وبيسمعه في كل الجو الفاسد اللي حواليه الله طب ما هو يعني ما عملش زيهم مش مشكله لكن اللي بيشوفه وبيسمعه كل دوت بيتخزن ان شاء الله لما يكون في عندنا حلقات نتكلم فيها على الذاكره وإزاي الإنسان بيتذكر <applause> الأحداث وإزاي بتنطبع وبتترك البصمة المخية هنكتشف أشياء رائعة جداً فمهم قوي زي ما أنت بتقولي إنه اللي هيتعصر من السفنجة بتاعت المخ اللي عمالة تستقبل طول النهار ويطلع في الأحلام مهم أوي إن احنا نلاحظ إيه اللي بنسمعه إيه اللي بنشوفه ودوت يمكن ينقلنا في فترات او في البرامج اللي جايه ان احنا نتكلم على تدخل الحاجات دي في النوم وفي الاحلام. معلش سريعا يا دكتوره فعايزاه ارجع لسؤال ثاني ليه الكتاب قال شيوخكم احلاما وشبابكم رؤى؟ حلو يمكن كمان في الاجابه على السؤال دوت اتعرض لسؤال عند كل الناس ليه ولادنا المراهقين تفضل وراهم نام انت عندك بكره مدرسه نام انت عندك بكره درس نام انت مش عايزين ينام. مش عايزين يناموا <applause> وبالعافيه على الساعه 12 واحده بالليل عايزين يفضلوا قاعدين لانه اللي بيحصل عندهم بطريقه بيولوجيه أنه الساعه عندهم متاخره اوكي <applause> ومحتاجين لنوم اكتر محتاجين لتسع لعشر ل ساعات لان مرحله النضوج ديت مرحله البلوغ ديت أكتر. محتاجه حركه هرمونيه اسرع <applause> واقوى والضخ الهرموني ده بيزداد اكتر اثناء <applause> النوم فمرات كتيرة بنبقى عايزين وحاسين ان هم كانهم بيعندونا وكانهم مش يعني مش عايزين يسمعوا كلامنا وهم بيعندوا وخلاص هم في الحقيقة الساعة البيولوجية عندهم متأخرة, متأخرة شوي. شوية متأخرة وبتبتدي ترجع تاني تتقدم من وقت البلوغ لغاية لما ينتهي لغاية لما نكبر لغاية لما الناس تبتدي تعجز فلما الناس بيعجزوا بيحبوا يناموا بدري بيحبوا يناموا بدري لأن الساعة البيولوجيه قدمت. بتتقدم ففي نفس الوقت اللي فيه الشباب صحيين الشيوخ بيبقوا نايمين هي جدا. فالله لما عايز يكلم حبايبه اللي مدينه ودانه هيلاقي الشيوخ نايمين فهيديلهم احلام وهيلاقي الشباب صاحيين فهيديلهم رؤى بس ده لمين؟ للناس اللي فاتحين المستقبل بتاعهم، يعني اللي بدل ما بيتفرجوا على افلام البورنو والدش وال... 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 والحاجات اللي كلها تجيب نكد و... وتبوظ حياه الانسان، الناس بقى اللي حاطين وظابطين الموجه عشان يسمعوا من السماء. اسمعنا كده الناس اللي ربنا بيكلمهم باحلام يحس إنهم عجزوا بقى ولا؟ لا لا <تصفيق> <تصفيق> لا لان ممكن يفضل يكلمهم طول الليل <تصفيق> كمان. <تصفيق> لا بالعكس <applause> دا كلم دانيال ما كانش عجوز وكلم يوسف وكان لسه صبي صغير بالاحلام صح بالاحلام كلنا ده مش مؤشر الناس تتخض لما ربنا يبتدي يكلمهم بالاحلام اللي هما بقوا شيوخه وعجوزه لا, 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 لا. عايزينك تكلمنا كمان هل يعني ازاي الجسم بينظم النوم يعني او ايه الحاجات اللي بتتحكم في احتياج الجسم للنوم حاجة من الحاجات المهمة جدا هو السن okay. كل ما السن بتاعنا بيكبر mm -hmm. كل ما احتياجنا للنوم بيقل شوية لكن لو ما خدناش الكمية الكافية من النوم تغيرات عصبية كتيرة بتحصل يعني الناس اللي ما بيناموش أو نومهم قليل أو حتى لما بيناموا كتير لكن النوم بتاعهم ما هواش نوع النوم اللي بيجدد بي النشاط بيعانوا من الاكتئاب بيعانوا من القلق الشديد العصبيه الشديده الناس اللي بتستعمل الكحوليات النوم بتاعهم بيتبهدل الناس اللي بتستعمل السجاير حتى السجاير حتى... بياثر عنها اه بالتاكيد خلي بالك ان السجاير ديت عباره عن مكونات مختلفه لكن اهم واحد فيهم اللي نكوتين. هو النيكوتين النيكوتين دوت انت عارفة انه هو بيفضل في الجسم دقائق معدودة يعني سرعة انسحابه من الجسم سريعة جدا فاللي بيحصل انه الانسان أثناء ما هو نايم بيعدي بمرحلة ينسحب فيها النيكوتين دوت ويبتدي يخش في مرحلة انسحاب مرحلة الانسحاب دي بيجي فيها توتر شديد عشان كده الناس اللي بي... ال... 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 تلاقي ان التت... المدخنين نومهم قلق طب دكتور رفعت هن... هنضطر ناخد فاصل وهنقف عند الحته دي نرجع نكملها لان الموضوع اللي حضرتك فتحته موضوع شيق جدا هو تاثير المواد الكيماويه اللي بناخدها سواء سجاير او كحول على نوعيه النوم على كيفيه النوم على أمور كتير قوي هل احنا بناخدها ببساطه ما نفتكرش بتأثر كتير، أحب أنا المشاهدين هناخد فاصل صغير ونرجع نكمل موضوع مهم أوي موضوع النوم مع الدكتور أفات ويليام هو أستاذ الأمراض النفسية والأعصاب وطب الإدمان بجامعة لوما اسمع أناتي و ترجمها يا رحمة تليب ترسل الضعفات من غير إدانات اسمع أناتي و وانت تنميها من غيرك يضمن أثماري تشبع جمالي مش لا المشاهدين اهلا بكم مره تانية في حلقه برنامجكم لمسه شفاء وكنا بنناقش قبل الفاصل موضوع مهم جدا وهو تاثير المواد الكيماوية على نوعية النوم يعني حضرتك دكتور رفض كنت كلمتنا قبل الفاصل عن السجاير مثلا زي النيكوتين وقلت إنها بتأثر على نوعية النوم وكان في برضو مواد تانية تحب تكلمنا فيها زي مثلا الكحول أو المخدرات أو القهوة مثلا كلنا بنشرب قهوة كل يوم فإيه تأثير الحاجات دي على نوعية النوم بتاعنا؟ بصي بالنسبه لموضوع السجاير السجاير ملايين من الناس بتستعملها وتفتكر ان دوت اللي بيعدل مزاجها وحاجات زي كده. تخيلي معايا النهارده الشخص سواء اللي بيبطل سجاير او مثلا كان صايم ومش تلاقي مزاجه مقلوب تلاقيه عصبي جدا، تلاقيه مش طايق كلمه، بيحصل نوع من التوتر العضلي حتى عنده. ده نفس الشيء اللي بيحصل مع المدخن. المدخن بيمر بفترة أثناء النوم يحصل فيها انسحاب للنيكوتين من جسمه فيبتدي فهي يحصل بالضبط يبتدي يحصل نفس التوترات العصبية فالنوم بتاع المدخن دايما نوم قلق في بعضهم لازم يصحى ويدخن علشان خاطر يقدر يستريح ويرجع ينام تاني دايما بالنسبة للمدخن أحلى سجارة في اليوم هي السجارة اللي بياخدها على الصبح على الريق دي صحيح بسمع كثير ناس بتعدل له المزاج مزاج بتاعه مم. فبدل ما انا زي ما بيقول الكتاب ان بنبات مطمئنين ويحلو ويلذ نومنا ويعطي حبيبه نوما مم. يبقى النوم بالنسبه للمدخن هو دخوله في مرحله سحب للماده ماده النيكوتين مم. من جسمه فيصحى متقريف ومتضايق وعصبي ومحتاج السجارة اللي على البدايه شايف الفرق؟ اه ما بين اعتمادنا على ايدين الرب الحانيه زي ما خلق اصل الرب دوت هو اللي معاه المانيوال بتاع التشغيل بتاع جسمنا دي حقيقة. فطول ما احنا بنحط فيه حاجات غريبه لا تمت بصله للي هو خلقنا عشان خاطر نختبره بنضر جسمنا بنضر جسمنا ومنختبرش الراحه اللي عنده بناخد راحه صناعيه ما تقدرش ان هي تدينا الراحه الطبيعيه اللي هو خلقنا عشان خاطر نجربها ونختبرها انت ذكرتي كمان الكحوليات طبعا الكتاب المقدس واضح جدا انه الخمر آآ آآ مسكر مسك... ولا... المسكر عجاج وانه الخمر مستهزئه <applause> الكتاب المقدس واضح جدا انه بيكلمنا ان ده مش الموقف اللي اي شخص يعرف فيه الرب هيكون <applause> دي طبيعه حياته خالص لكن لو مسكناها حتى من الناحيه الكيميائيه في ناس بتظن ان انا مش قادر انام اعمل ايه إنما أشرب ولما أشرب هدوخ ودروخ ونام ونعم. ده ممكن يحصل في الأوائل لأنه يعني فعلا الواحد ي... يبتدي يترنح يبتدي يحس إنه هو يبتدي يغيب شوية ويبتدي إيه يبقى أسهل بالنسبة له إنه هو ينام لكن نفس الشيء ممكن يحصل لو واحد الكبد بتاعه شغال كويس وبيكسر الكحول اللي بيخش دوت عادة اللي بنسميه ال, ال... 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 الميجر او الحاجه اللي بنقيس بيها الدرجه الكحوليه عاده الجسم بيقدر يتخلص منها بسهوله فبرضه بيحصل مرحله انسحاب لكن الكحول نفسه بيدخل الانسان في دايره الاحلام بطريقه سريعه بحيث ان هو بيعدي على واحد واثنين وثلاثه واربعه بسرعه من غير ويخش المين. على الدرجه الثانيه أتاري ربنا خلقنا بالطريقة اللي لازم نخش فيها والجسم يخش فيها للمرحلة دي بعد بطريقة ما يكون استريح شوية بالظبط يعني مش هقدر آخد مرحلة الريم سليب دي وأستمتع بيها والجسم فعلا يؤدي اللي هو عايز يأديه من خلالها لما يكون هدي شوية إلا لما يكون عدى على كل المراحل التانية اللي بيحصل إنه الكحول بيروح واخد الإنسان بسرعة على المرحلة الأخيرة ديت عشان كده الناس المتعودين على الكحوليات اللي يمكن في الاوائل أو اول اسبوع اسبوعين ثلاثه يلاقي نفسه انتول ونام لكن يحس ان النوم بتاعه مش مريح مش مريح عاده بيحس يصحى الصبح يقولك انا زي ما اكون في السحاب يحس ان راسه فيها دوخه شديده ده بيسموها هانج أوفر. هانج اوفر يحس ان هو مش طبيعي يحس ان راسه بتلق م. ناس كتيرة قوي يقولوا لي كده السبب ان هو عمل نوع من التكسير لمراحل النوم فالنوم رغم أنه هو قدر ينام لكن النوم غير طبيعي ما كانش مريح والنوم لا يعطي اي نوع من التجديد للنفس او للروح او للذهن او للجسم فالانسان يصحى مكسر يصحى راسه مدروخه يصحى ما عندوش قابليه وعارفين كمان ان الكحوليات دي مواد تراكمها في الجسم بيؤدي ان هو بيخفض درجه النشاط بتاعت المخ. بيسموها سي ان اس يعني بتقلل الجهاز العصبي بتعمله زي ديبريشن. بالظبط بس ده بيحصل فعلا بتراكمه نوع من الكابه عشان خاطر كده الشخص اللي بيشرب كتير يبقى مكتئب اي اي ابليس اللي بيعمله انه بيدخل رجلينا زي مصيده مصيده يقول لك ده الحل والحل ده حل سريع وحل مضمون والناس كمان بتقول عليه لكن لما نخش ورجلينا تخش نبتدي نتأيد ويفقد جسمنا طبيعيته ونبقى معتمدين على حاجه خارجيه زي كده كمان المخدرات المخدرات بطريقه عامه طبعا يعني يمكن دي اكبر قيود يعني آه. دي بتكبل فعلا الانسان وبتخلي عبد ليها لانها بتسيطر عليه سيطره كامله بس بطريقه عامه بنقسمها للحاجات اللي هي المنشطه والحاجات المهدئه <applause> ومرات كثيره ناس من اللي بياخدوا الحاجات المنشطه ياخدوا معاها كحوليات علشان خاطر التوتر توزن. الشديد اللي بيجيلهم يقل شويه ناس اللي ال فحاجات زي المريوانة مثلا او الحاجات المهدئات اللي هي يقولك فلان ده رايح يبرشم قرص دي حاجات مهدئات لكن في حاجات تانية تشعل الإنسان تخليه جنسيا قوي تخليه مش بينام في ناس كتيرة من اللي عايزين يقعدوا يومين يذاكروا لأن هم بيجوا يذاكروا آخر أسبوع في الامتحانات ولازم يخلصوا ياخدوا منشطات أو يروح ياخدوا الحاجات اللي سميها المس أو الكوكين كل الحاجات دي منشطات دكتور رفعت عايزاك تربط لنا الموضوع المنشطات والمهدئات والعبودية للأمور دي بحياتنا الروحية يعني هل إحنا كمؤمنين محتاجين ننام إزاي في النوم الصحيح عشان يقربنا لله وإيه تأثير الحاجات دي على مش بس أجسامنا وبتضرها زي لكن كمان أرواحنا بإزاي بتتفاعل أو بتتأثر بالأمور دي الحقيقه النوم أكتر مؤشر حساس هل في توافق ما بين الروح والنفس والجسد ولا لا لان الكآبة بتخلي النوم يا اما يزيد قوي 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 عشان الانسان يهرب إما أوي أوي. يا اما يقل قوي يقل قوي لان الانسان مش قادر يبطل تفكير <applause> القلق بيخلي الانسان عنده خوف درجه ان في ناس بتقولي انه بنخاف نخش السرير بيحصل لنا توتر زائد جدا لما بنروح ننام لان كل حاجه تهدى حوالينا ومخنا يبتدي صوته يعلى في ناس ما تنام بتنام من التفكير او يعني ضميرها هيج عليها فما بيقدروش حتى يناموا بالظبط عشان كده بقول انه النوم مؤشر مذهل لهذا التوافق والنهارده فعلا نفسي اتكلم مع احبائنا المشاهدين انه يمكن المتاعب اللي عندك في النوم ديت جزء ممكن. منها ان ربنا بيقول لك شايف مفيش توافق انت مش ماشي على نفس اللاين اللي انا نفسي اباركك فيه انا عندي حاجه مختلفه انت النهارده بتعتمد على السجاير عشان خاطر تنبسط بتعتمد على الكحوليات عشان خاطر مش قادر توقف ذهنك وعايز تنام بتعتمد على حاجات خارجيه بتنقل مركز الثقل بتاع حياتك من بره لجوه وكان الواحد بيجري ورا سراب مجرد ما عايز يرتاح بس ده مش هدف الرب هدف الرب انه يقول له تعالى في حضني ان هو اللي يكون بيدي النوم زي ما الكتاب بيقول يعطي حبيبه حبيبه نوما بالظبط نفسي دكتور رأفت قبل ما نسيب احبائنا المشاهدين ان احنا نقدم دعوه لكل واحد متالم كل واحد مش عارف ينام كل واحد مضطرب يعني نقول رب نقول له تعالى في حضن ربنا عشان تقدر تتمتع بالراحه الحقيقيه وتقدر فعلا تستمتع وزي ما الكتاب بيقول ويلذ له نومه امين امين عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده الرب ليه من حياتك غرض حياتنا مش موجوده بطريقه عشوائيه ونومنا ان كان معبر عن شيء فهو معبر عن الترمومتر اللي يعبر عن التوافق ما بين نفسنا وروحنا وجسمنا النهاردة كل واحد وكل واحدة بيسمعني النهاردة أول فرصة للدخول في هذه المصالحة والتوافق هو أنك تفتح قلبك للمسيح هو اللي رقمنا ورقم عظامنا هو اللي نسجنا في بطون أمهاتنا هو اللي معاه كتالوج التشغيل النهاردة عمرك وعمرك ما هتلاقي هذه الراحة وتقول فعلا إن أنا قدرت أنام لأول مرة بطريقة وكأني مش عايز أقوم من النوم لأن النهاردة فتحت له قلبي لأن طلبته أن يدخل إلى حياة النهاردة في دعوة مقدمة ليك وليكي ويمكن اللي بنتكلم عليه كله علشان خطر يكون مؤشر النهاردة وإنت في مكانك وإنت في مكانك في فرصة الرب واقف عمال يخبط على الباب وعمال يقول لك أنا عمال أشاور لك وأقول لك الكلام اللي الناس دول بيقولوه مش مجرد معلومات طبية لكن ده مؤشر النهاردة أنا عايز أخش عشان خاطر أريح بيقول ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب النهاردة ربنا دق على الباب النهاردة عليك إنك تفتح عشان كده النهارده كل شخص النهارده هنتحد ونصلي مع كل شخص النهارده مش بس عشان خاطر النوم لكن النوم كمظهر لتوتر وتعب الحياه كلها. النهارده اقول له تعالى الى داخل قلبي، تعالى املك على حياتي، انا باخدك كرب وكمخلص ليا. وانا متاكد ان الرب النهارده هيصنع شيء جديد. ميرسي دكتور أفت قوي قوي وبنشكرك على الحلقة القيمة اللي قدمتها لنا أحب أن المشاهدين أه بنشكركم ولمتابعتكم ونلتقي معاكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامجكم خمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد شفى السقيم المقعدة أعطى الضرير البصر أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع يا صاحب القلب الذي أثر القلوب